القسم الرياضي لقناة الجزائر يقترح عليكم حصته الجديدة الحلم الأولمبي، الحصة اللي تهتم بكل الرياضات. J'aimerais bien que mon pays organise un jour pour les futures générations un événement mondial. حصة خاصة بالألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016. Vous allez peut-être être le porte-drapeau au JO 2016, pourquoi pas. وقفة مع المشاركة الجزائرية في الأولمبياد من طوكيو إلى لندن. رياضيون جزائريون صنعوا أمجاد الرياضة الوطنية. هدف نتاع تأهل 70 رياضي جزائري. الحلم الأولمبي حصة تضيء الطريق إلى ريو. الحلم الأولمبي هذا الاثنين 29 دقيقة على قناة الجزائر.